مساء الخير، حلقة جديدة من شوط إضافي، وفيها بحضور جماهيري كبير أمية يحرز بطولة كأس الشهداء بعد فوزه بصعوبة على حمص العادية بهدفين لواحد. وفي الحلقة أيضا لأول مرة في تاريخها إسبانيا تحرز لقب كأس العالم للسيدات بعد فوزها على إنجلترا في المباراة النهائية. أهلا بكم. حقق نادي أمية بطولة كأس الشهداء التي أقيمت في مدينة إدلب بعد فوزه بصعوبة في المباراة النهائية على نادي حمص العادية بهدفين لواحد، وذلك في مواجهة مثيرة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لأول مرة منذ افتتاح استاد إدلب الرياضي. نتابع. أجواء احتفالية رائعة وجميلة هنا في ملعب إدلب الرياضي في نهائي كأس شهداء سوريا بين أمية، وطبعا أمية الذي يعني هو نادي مدينة إدلب، وما بين فريق حمص الموجود في شمال غرب سوريا. هذه أول مرة أشاهد فيها هذا العدد من الجماهير في استاد إدلب الرياضي، الاستاد ممتلئ بالكامل. دعونا نشاهدها سويا. مثل ما تشوفوا أجواء جماهيرية كتير حلوة، العالم موجودين، المدرجات مليانة، العالم على السطحة، على البرندات، على الحديد. مثل ما شايفين المسعف أمية ومسعف نادي العادية بيصرفوا اللاعبين فورا، والحمد لله ما بدنا أحلى من هيك. يعني الحمد لله عايشين ومبسوطين كتير، بس نوقف هالإجرام اللي عم يصير علينا. هذه المباراة يشهدها جمهور لم يعهد له ملعب إدلب أن شهد مثل هذا الجمهور في تاريخه. كما تلاحظون الأبواب أغلقت قبل بداية المباراة. هذه البطولة شارك فيها 32 فريق، مرت بمراحل، آخرها دور النصف النهائي الذي تأهل بموجبه نادي أمية ونادي حمص لهذه المباراة، والتي حتى الآن نتيجتها التعادل. نتمنى التوفيق للفريقين وتقديم مباراة ترضي هذه الجماهير العريضة. أجواء متباهة فيها أمام الجميع، إيد وحدة جميعا، أجواء كتير كتير كويسة ممتازة. الحمد لله منتخب الأشبال شفناه اليوم عم بيكون له لمحه كثير حلوه كانت ما بين الشوطين. عرفنا الجمهور بالمنتخب الجديد ان شاء الله، وان شاء الله القادم راح يكون في منافسات خارجيه باذن الله تعالى للمنتخب. البطولة كان تأهلنا صعب، يعني مبارياتنا كلها صعبة، وكل ما بيحتاج الواحد مع فرق أكثر كل ما بيصير مستوى أعلى. الحمد لله وصلنا لهون. يعني جارانا حمص، فريق حمص فريق قوي، جمهور كبير. جارانا شوط أول تعادلنا صفار، شوط ثاني فتنا برتم أكثر، تعليمات الكابتن كان بالهجوم أكثر، هاجمنا أكثر، أكلنا جول صحينا، نحن دائما بعدنا جول نصحى. فتنا الشوط الثاني يعني سجلنا هدفين بخمس دقائق ما في وقت، وصلنا ندافع الحمد لله الله وفقنا وربحنا، ونهدي الفرح هذا والفوز لجمهورنا الغالي جمهور أمية. لتفاصيل أكثر عن بطولة شهداء سوريا ينضم إلينا من إدلب علاء خطاب، عضو إدارة وأمين السر والتنظيم في نادي حمص العادية، ومعنا أيضا رائد العبود مدرب ولاعب في نادي أمية. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكما. بداية سأقول مبروك لكابتن رائد، وهارد لك للسيد علاء خطاب. خليني أبلش معك كابتن رائد، بداية رأيك بمستوى المباراة النهائية وقوة المنافسة، خصوصا أنكم تأخرتم بهدف ثم أدركتم التعادل وتقدمتم وفزتم بهدفين لهدف وحيد. أول شيء الله يعطيكم العافية، شكرا لقناة سوريا تي في.
بالنسبة للمباراة، مباراة كانت مباراة قوية كثير، فريقين وصلاني للمباراة النهائية ما سهلين أكيد. لعبنا أكثر مباراة، كل مباراة كانت عندنا نهائية، الحمد لله تجاوزنا كلياته بهمة الشباب وهمة اللاعبين، كانوا إيد وحدة والأمور كانت منيحة، وفريق حمص كمان فريق جيد جدا، يمتلك لاعبين كويسين ومستقطب كمان أكثر من لاعب جداد، وعنده مدرب جيد وجمهورنا كبير، والحمد لله الله وفقنا باللعب وما خجلنا جمهورنا العريض، لأنه كان لازم علينا لزام علينا إنه نأخذ بطولة بعد ما ضيعناها بآخر الأمتار بالدورة. نعم، والحمد لله الله أكرمنا وتوجنا. نعم. طيب سيد علاء خطاب، كيف تقيمون مستوى المباراة عموما أمام هذه الجماهير الكبيرة، خصوصا أنكم تقدمتم بهدف في البداية أو مع بداية الشوط الثاني؟ مساء الخير أستاذ وسيم. أولا مبروك لنادي أمية، هارد لك لجماهيرنا. الحمد لله هلق نحن وصلنا للنهائي، هو كان إنجاز بحد ذاته. طبعا المباراة كانت مباراة تكتيكية، قدرنا نوصل لهذه المباراة بعد ما خضنا عدة مباريات، دور 32 16 دور النصف نهائي. الأسبوع قبل اللي كان قبل المباراة طبعا احنا حاولنا نحشد أكبر عدد من الجماهير، جماهير حمص. طبعا جماهير حمص موجودة بالباب بجرابلس بعفرين، أكثر من 50 حافلة قدمت على أدلب فقط لمشاهدة المباراة مع أمية في نهائي كأس الشهداء. الحمد لله نحن استطعنا نحشد هاي الجماهير مشان ندخل لاعبين هذا الجو، جو الجماهير. طبعا المباراة كانت تكتيكية، الشوط الأول كان في حذر من الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي، كان فيها هجمات من هون ومن هون. الشوط الثاني نحن دخلنا فيه وكنا مصممين إنه نتقدم، والحمد لله تقدمنا عن طريق عبد الله نجار، كانت الأمور ممتازة. لكن سبحان الله يعني بعض اللاعبين صار في عليهم ضغط جماهيري، بعض الأمور شنجت شوي المباراة، تلقينا هدفين في 5 دقائق. اللاعبين صحوا بعد الهدفين، لكن ما سعفنا الوقت، يعني ما قدرنا ندرك التعادل، مع انه كان في اخر 9 دقائق يعني اكثر من 3 هجمات خطره على مرمى أمية. بالنهاية كره القدم فوز وخساره، مبروك لأمية وهرج لك لفريقنا، وان شاء الله القادم افضل. طيب سيد علاء خطاب، ذكرت نقطه مهمه انه حضروا الجماهير من مختلف المناطق في الشمال السوري لتشجيع فريق حمص العادية، ماذا تقول لهؤلاء الجماهير الذين حضروا بكثافة في ملعب المباراة، لجماهير حمص وأيضا لجماهير فريق أمية، لكلا الجمهورين الذين ملأوا الملعب بكامله؟ طبعا منقول شكرا لهذه الجماهير. الضخ الإعلامي اللي صار قبل المباراة بأسبوع كان له دور كبير بحضور هذه الجماهير، يعني النسخة هذه من كأس الشهداء مختلفة عن باقي النسخ بالحضور الجماهيري. أول نهائي كأس شهداء بنقام على ملعب إدلب، طبعا عدد الجماهير يمكن تجاوز 15,000 وتفرج، وكان في خارج سور الملعب كثير ناس ما قدرت تدخل على المباراة بسبب أنه الملعب صغير. طبعا الجماهير آزرت الفريق وشجعت الفريق، وكان في كثير هتافات جميلة، وهذا يعني نعبر عن شيء عن تقدم الرياضة في المحرر. طبعا الرياضة السنة هاي كان فيها تقدم كبير على جميع الأصعدة، خصيصا بعد افتتاح ملعب إدلب البلدي. نعم كابتن رائد العبود، مستوى تنظيم هذه البطولة، تحدث لنا عن هذه النقطة خصوصا مع الجماهير الكبيرة التي حضرت. هذا الأمر يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى تنظيم إدخال الجماهير وإخراجها من الملعب بعد نهاية كل مباراة، إضافة إلى الضغط الذي يشكله الجمهور، ضغط إيجابي إلى حد كبير، وأحيانا يكون هناك ضغوط على اللاعبين لإدراك التعادل لتقدم بالمباراة. هلا نحن متعودين فريق نادي أمية جمهورنا كبير معروف في المحرر، متعودين على الضغط، بس ما اغلب اللاعبين صغيرين عنا ما متعودين. احنا في كام لاعب عنا كبيرين قديمين متعودين على ضغط الجمهور الكبير، ممكن احيانا يكون عنا ضغط الجمهور يكون ايجابي او احيانا يكون سلبي، وهذا اللي عم نعاني منه نحن نادي أمية. نادي أمية نادي كبير معروف، تمام، مطالب بالفوز بغض النظر عن اللاعبين عن الاسماء اللي عم تلعب، مطالب بأي مباراة بودي أو غير ودي أو رسمية مطالب بالفوز. جماهير عريضة، جماهير متعطشة للفوز،
خزلناهم بالدوري باخر الامتار، وصممنا نحن بالكاس ان شاء الله راح نعوض لهم هالخساره هاي، وطالعناهم زعلانين بالكاس بالدوري، وقلنا ان شاء الله راح نعوض هالشيء بالكاس، والحمد لله الله وفقنا وردينا لهم شيء جزء بسيط من حقهم اللي قالوا علينا، لانه هن ما تركونا باحلك المحن يعني، وضلوا معنا مساندينا باسوء ايامنا. بالنسبه للتنظيم، التنظيم كان جيد جدا باستلام الاستاذ رئيس مديريه الرياضه والشباب الاستاذ محمد حامد ابو احمد، عمل قفزه نوعيه كبيره من يعني فتره وجيزه، انسبت منه شهور ما كان في ملعب، صار الملعب صارت امور منيحه، صار في جمهور، كان ملعب صناعي ما في شيء ابدا، ما في جمهور، امور تعيسه كانت، هلا بفتره وجيزه صارت الامور منيحه جيده جدا، وصلت للعالمي، الجمهور عم يوصل لالمانيا لاوروبا للفرق لاوروبا كلها، الاعلام الضخ الاعلامي اللي عم يصير، اكثر من 50 اعلامي كان بمباراه النهائيه، هذا الشيء ما بيجي عن عباس، هذا الامور هذا كله منظم، كله عن منظم. نعم يعني تم تنظيم البطوله بشكل جيد بشكل عام. جيد. نعم سيد علاء خطاب، نادي حمص العاديه الى ماذا يحضر او ماذا يحضر للاستحقاقات القادمه بعد نهايه بطوله الشهداء او كاس الشهداء؟ استاذ وسيم الله يبارك فيك، بالنسبه لنادي حمص العاديه نحن انتقلنا بفتره وجيزه من انديه الدرجه الثانيه للاولى، الان المهمه صارت اكبر واصعب، طبعا الان عم نحضر نحن لبطوله الدرجه الاولى ان شاء الله، وان شاء الله هي راح تكون بنظام الذهاب والاياب، يعني في عدد مباريات كبير، لازم يكون في عندنا سكور قوي، لازم يكون في عندنا لعيبه محضرين بدنيا لخوض غمار الدوري، وان شاء الله نحن ما راح ناخذ جماهيرنا، عم نحضر وان شاء الله الامور ممتازه، وان شاء الله راح نعوض بالدوري عن بطوله الشهداء اللي خسرناها. نعم كابتن رائد العبود، يعني هذه البطولة بطولة كأس الشهداء شارك فيها أكثر من 30 فريق أو 32 فريق بالضبط، جرت فيها مباريات كثيرة، اللياقة البدنية هل أسعفت اللاعبين على إنهاء هذه البطولة بشكل جيد، وهل تقدم يعني دعم إيجابي للاعبين المشاركين مع أمية تحديدا في المنافسة بقوة على بطولة الدوري الموسم القادم؟ هلا بالنسبه للدوري والكاس ما كان في فتره ابدا بيناتهم، يمكن 10 ايام كان بس ما في غيره، في اصابات، في تعب كثير كان عند اللاعبين، في ضعف لياقه شوي لانه طالعين من دوري طويل واصابات وتعب كثير وجهد كبير على ملعب كبير اول مره بيلعبوا عليه هذا الملعب، صار عندنا شويه اصابات، صار عندنا شويه حرمانات، بس الحمد لله ربنا وفقنا، قلنا لو نحن بالكاس عندنا 5 مباريات كل مباراه نهائيه، ما في مجال لتعويض غير الدوري يعني خروج المغلوب، والحمد لله الله اكرمنا كل مباراه عملها نهائي ووصلنا والله اكرمنا والعمل الاول من الله. نعم سيد علاء خطاب، ذكر الكابتن رائد العبود انكم استقدمتم لاعبين لفريق حمص العاديه، كيف تجري هذه الامور مع الانديه في الشمال السوري؟ تحدث لنا عن هذه النقطه، استخدام لاعبين من انديه اخرى فرق اخرى. استاذ وسيم، اللاعبين اللي استقطبناهم هم لاعبين من حمص بس عم يلعبوا بالباب او عم يلعبوا بعفرين او عزاز، ونحن استقطبناهم عم يلعبوا معنا بالاول يعني كانوا، لكن بطوله الشهداء كان في عندنا نقص بهي المراكز واستقطبناهم لاعبين، يعني ان كان قصي رمضان، كان وليد الابراهيم، كان غسان عيشه، هذول لاعبتنا وجبناهم على هاي البطوله، هن يعني مشاركين معنا كانوا من قبل. طبعا في تنسيق مع باقي الانديه بالشمال ان كان بدوري الباب او بدوري عفرين. نعم اشكرك جزيل الشكر علاء خطاب، عضو اداره وامين السر والتنظيم في نادي حمص العاديه، وجزيل الشكر ايضا لرائد العبود وهو مدرب ولاعب في نادي اميه، شكرا جزيلا لكما وبالتوفيق لكل الفرق والانديه في الشمال السوري، شكرا لكم مره اخرى.
إلى الأخبار الرياضية العالمية، فاز المنتخب الإسباني لكرة القدم النسائية بلقب بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية بهدف وحيد سجلته أولغا كارمونا في الدقيقة 29، بينما أضاعت جينيفر هيرموسو ركلة جزاء للإسبان في الدقيقة 69، لكن منتخب بلادها فاز بلقب البطولة. انتهى شوط إضافي لهذا اليوم، دمتم بألف خير.